نهاركم مبارك. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نعالج اليوم اعتراض رقم 230 وهو بعنوان هل كانت قطورة زوجة إبراهيم أم أنها كانت سريته؟ حيث أعتقد الناقد بوجود تناقض بين التكوين 25:1 التي تقول بأنها كانت زوجته وبين صفر أخبار الأيام الأول 1:32 والتي تقول أنها كانت سريته. فنبدأ القراءة من التكوين 25:1. وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة. ونقرأ أيضا أخبار الأيام الأول 1:32. وأما بنو قطورة سرية إبراهيم فإنها ولدت زمرانا ويقشانا ومادانا ومديانا ويشباقا وشوحا وابنا يقشانا شبا ودادانا. إن الناقد في اعتراضه هذا قام بارتكاب مغالطة التشعب أو ما تعرف أيضا بالتقليص الخاطئ والتي تحدثنا عنها سابقا. إن السرية هي زوجة وذلك على الرغم من أنها لم تكن تعتبر الزوجة الرئيسية أو الزوجة الأولى. وبالتالي فإن كانت قطورة سرية إبراهيم وهو ما يرد في أخبار الأيام الأول فهذا سيعني أنها كانت زوجته. يوجد احتمال بأن إبراهيم قد أعلن قطورة كزوجته الرئيسية أو الأولى وذلك بعد أن توفيت سارة. إن النص العبري يستخدم كلمة إيشاه للإشارة إلى الزوجة أو المرأة، ولكن سياق النص الذي ترد فيه الكلمة هو ما سيقوم بتحديد المعنى. وبالتالي فإن الكتاب المقدس يشير إلى أن إبراهيم أخذ زوجة اسمها قطورة في التكوين 25:1. المجد دائما للرب والله معكم.